اختتمت أعمال الانطلاقة الرسمية للبرنامج المتكامل للتنمية والتأقلم مع التغيرات المناخية بمنطقة حوض النيجر بمؤتمر صحفي مشترك عقده الأمين التنفيذي لسلطة حوض النيجر عبد الرحيم بريمي حامد إلى جانب مسؤول قسم البيئة بالبنك الإفريقي للتنمية لوالي جربة ومنسق الجمعيات والمنظمات المستفيدة من خيرات حوض النيجر الدكتور نور الدين زكريا توري، حيث أكد المؤتمرون في معرض ردهم على أسئلة الصحفيين أهمية هذا المشروع في تحسين الظروف المعيشية للسكان لا سيما سكان المناطق الريفية عبر تعزيز قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية وغير ذلك من الأنشطة ذات الأعد المادي. هذا المشروع تم تنقيته من مشاريع مقدمة من قبل الدول التسعة المنضمة لحوض بحيرة النيجر، بعد ما تم الاتفاق على هذه المشاريع سويا دافعنا عن هذا المشروع، لكن سعادتي لا تكتمل إلا بعد ما نشوف الإنجازات في الميدان، وأنتم كصحفيين يمكن أنكم تنزلوا في الميدان. وننوه إلى أن هذا البرنامج المتكامل سيسهم بشكل فعال في مكافحة التغيرات المناخية على مستوى دول المنطقة.